السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين، اشتقنا لكم، رجعنا لكم بأكلة طيبة جدا، مشهورة كثير وصحية وطيبة وسهلة وكلها بيحبها الصغير والكبير، هي التبولة. فالتبولة مكوناتها كثير قليلة، يعني قليلة وبسيطة وصحية كثير، وبتصير بسرعة وبتنبسطوا فيها إن شاء الله، بتعجبكم وبتدعونا. التبولة مكونات الأساسية هي البقدونس، هي جلزة بقدونس أنا نعمتها كثير كثير، قسمتها وقطعتها نعمتها كثير كثير ناعم، حبتين خيار كمان قشرتهم وقطعتهم قطع صغيرة كثير ناعمة، بصلة صغيرة كمان قطعتها قطع ناعمة كثير، حبتين بندورة كمان قطعتهم قطع صغيرة كثير ناعمة، وكمان اللي بيحب كمان نعناع تازة جبته كمان كم معلقة طعم كبيرة بحجم معلقة طعم كبيرة كمان قطعتها قطع صغيرة، وهي حنحطها كمان للتبولة. نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة ملح، وخس للتزيين، خس تازة ونضيف للتزيين، برغل ربع كاسة برغل ناعم، حطيت له قبل بساعة حطيت له قبل بساعة حطيت له حمض ليمون، عصير ليمون حتى يغطيه حتى يتشرب منه، وهذا يكون منه في الحمض تبعه للتبولة، ومثل ما شايفين ثلث كاسة زيت زيتون عصرة أولى نخب أول. وحنبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فبنخلط المكونات كلها مع بعضهم، بنحط البقدونس إن شاء الله بصحن للخلط مشان نخلطهم. مثل ما قلت لكم انا البرغل نعقته قبل بساعه بالحمض ليمون، وهي الخيارات هنحطهم معهم كمان ونحط ونزينهم، والبصلات والبندورات كلها صحية ما شاء الله، كلها صحية، هي منيحة للرجيم اللي بده يعمل رجيم. وهي البرغلات مثل ما شايفين هنحطهم معها، والزيتات والملحات والنعناع. هلا بنخلطهم مع بعض مثل ما شايفين، بنخلطهم مع بعض، نخلطهم خلط منيح عشان كله يتشرب مع بعضه بالزيت والحمض والملح والنعناع كله. ريحتها حلوة كثير، ريحتها وطعمتها كمان تصير كمان أكثر أطيب. هلا بنحطها مثل ما شايفين، أنا حطيت هذا للزينة، هلا حطيت الخساد تازة تازة، حطيت هلا بحط جواتها هون التبولة للتزيين كمان حلوة، اللي بده ياكل الخسة معها بياخذها هو خستها. منيحة كثير للحمية وللوقاية من أمراض القلب، ووقاية من أمراض الأوعية الدموية، كثير منيحة صحية كثير، بنصح فيها للكل. وهي للزينة كمان حطيناها، هدول تبع الخسة من جوا، وفيها العافية، وإن شاء الله تعجبكم تاكلوا وتدعوا لنا وتاكلوا أصابعكم معها، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.